أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر أن خادم الحرمين الشريفين قائد الأمة العربية والإسلامية ولا يقودها إلا نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها. وقال سموه إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحمل هموم الأمة وهو من كل خير لها قريب، وهو الذي بمبادراته سيعزز أمنها واستقرارها وسيقوي وحدتها وترابطها. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة ورجال الأعمال والصحافة والفكر، حيث استعرض سموه معهم عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والأقليمي. وعبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن اعتزازه بسمات التواصل والترابط وروح المحبة والتآخي التي تجمع شعب البحرين، داعيا سموه إلى استثمار الأجواء الروحانية للعشر الأواخر من شهر رمضان في تعزيز التراحم والتسامح وعبر التزاور والترابط الذي يميز أهل البحرين جميعا. هذا وشدد سموه على أن شعوب الخليجية والعربية هي أكثر الشعوب ترابطا في نسيجها الاجتماعي والحضاري، ارتكازا على ما يربط بين قياداتها من علاقات وثيقة وما يجمع بين شعوبها من تاريخ وأواصر أسرية عميقة الجذور ترسخت بفضل ما بناه الأجداد والآباء من أسس متينة عمادها المحبة والتآخي ووقوف الشقيق إلى جانب شقيقه في كافة الظروف والمواقف. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الوطني لأعضاء السلطة التشريعية من النواب والشوريين والفعاليات الحقوقية والقانونية ورجال الصحافة والإعلام في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.